الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أما بعد، فلازلنا في سياق حديث أنس رضي الله عنه فيما يتعلق بقصة غزوة خيبر، وكان منها أن قال: وأصبنا حمرا، يعني جمع حمار، والمراد هنا الحمار الأهلي، وكان ذلك قبل التحريم. قال: فأخذناها فطبخناها، يعني بعد ذبحها. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء، أي حضر عنده من أخبره بأمر الحمر، فقال: أكلت الحمر، أي لم يبق منها شيء. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت. ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، أي لم يبق منها شيء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور باللحم. ففي هذا الحديث تحريم أكل لحم الحمار، وأن ما كان من الرخصة في أول الإسلام في أكله نسخت. وفي هذا من الفوائد أيضا إرسال المنادي الذي يبلغ الأحكام الشرعية، وفي هذا جواز العطف، عطف لفظ الرسول على الله جل وعلا فيما يقتضي المقام فيه الاختصار. وفي هذا الحديث نسبة الأحكام الشرعية إلى الله جل وعلا ورسوله. وفي هذا الحديث تحريم بيان أن لحوم الحمر الأهلية نجسة وأنها ليست بطاهرة. وفي هذا الحديث أن مرقة اللحم الحرام ومنها لحوم الحمر الأهلية لا يجوز الانتفاع بها ولا شربها. وفي هذا دلالة على أن الحمر الوحشية جائزة وأنه لا حرج فيها، لأن النهي إنما جاء في الحمر الأهلية. و قال بعده: فجمع السبي، يعني ما أخذ من الأشخاص الذين تم الاستيلاء عليهم في الأسر بعد غزوة خيبر. قال: فجاء دحية الكلبي وهو أحد الصحابة، فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي، أي طلبه من ما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب فخذ جارية. وفي هذا دلالة على أن أمر الخمس إلى الإمام يصرفه فيما يراه مصلحة. فأخذ دحية صفية بنت حيي ابن أخطب، وفجاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما يتعلق بأمر صفية بنت حيي ابن أخطب، ومكانتها ومنزلتها وجمالها، وكان زوجها قد قتل في تلك الغزوة، وكانت في تلك في صباح ذلك اليوم عروسا. فجاء الرجل فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي، وصفية هذه سيدة قريظة والنضير، وقريظة والنضير من قبائل اليهود، وأصلهم قبائل عربية، لكنها تهودت. وثم قال: صفية لا تصلح إلا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه، أيطلب من ذلك الرجل وهو دحية الكلبي أن يحضر بالمرأة بصفية؟ فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لدحية: خذ جارية أخرى من السبي غير صفية. فقال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أصبحت مملوكة بكونها قد أسرت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل صداقها عتقها. ومن هنا أخذ الإمام أحمد أنه يجوز أن يجعل صداق الأمة عتقها،
بحيث يقول سأعتقك على أن تتزوجيني، فأحمد يجيز ذلك لهذا الحديث، وجمهور أهل العلم يمنعون منه، فمذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي على عدم جواز ذلك، قالوا لأنه لا بد في المهر من تحديد صداق يتفقان عليه. قال فاصطفاها، أي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها أي بصفية، حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق وبلغنا سد الروحاء وهو مكان بين خيبر والمدينة، حلت يعني انتهت عدتها، فبنى يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها ودخل بها. قال أنس جهزتها، أي هيأت هذه المرأة وهي صفية للنبي صلى الله عليه وسلم أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك، وهي التي تولت تجهيز صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. قال فأهدتها، أي أن أم سليم قامت بإدخال صفية على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا. وكان من شأن العرب أنهم بعد معاركهم يتزوجون لإظهار أنهم لم يتأثروا بالمعركة التي دخلوا فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كان عنده شيء يعني من الطعام فليجيء به، أي ليحضره من أجل أن يجعله وليمة للزواج. وفي هذا دلالة على إقامة وليمة الزواج في النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وفيه دلالة على جواز الزواج في السفر، وفيه دلالة على سفر الرجل بالجارية. وفي هذا الحديث أيضا إقامة وليمة الزواج، وأنه لا يشترط فيها أن تكون وليمة كبيرة ولا أن تكون شاة ولا ذبيحة. قال فجعل الرجل يجيء بالتمر، أي يحضر ما معه من التمر ليضعها في وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الآخر بالسمن. قال وأحسبه ذكر السويق، وهو الشعير الذي يتم طبخه ووضع الماء معه. قال فحاسوا حيسا، أي أنهم خلطوا هذه الأشياء في نطع صغير، أي فراش من جلد. وفي هذا دلالة على جواز أكل الحيس وجواز صنعه، وفي هذا أيضا جواز وضع الطعام على الجلد من أجل أن يتم أكله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن، أي أخبر وأدعو من حولك، وفي هذا الدعوة لحضور وليمة الزواج. قال أنس فدعوت المسلمين، يعني ممن شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة إلى وليمته. قال وما كان فيها من خبز ولا لحم، أي لم يكن في تلك الوليمة لحم لا من شيان ولا من غيرها، وليس فيها أيضا خبز. وفي هذا دلالة على جواز أكل الخبز وأكل اللحم وجواز وضع الوليمة منهما، لأنه مما استقر في أذهانهم وضعها في الولائم. قال فكانت، يعني ذلك الحيس، وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، وكان ذلك بناءه بها، أي زواجه بصفية، فقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها. فهنا اختلف المسلمون في صفية هل هي أمة أو هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قال بعضهم هي زوجة وبالتالي تكون من أمهات المؤمنين، وبينما قال آخرون ليست زوجة بل هي أمة لأنها قد أخذت من السبي. فحينئذ قالوا عندنا علامة ظاهرة، ألا وهي
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالحجاب فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل، أي انتقل من ذلك المكان الذي أقام فيه 3 أيام، وطأ لها خلفه، أي أنه وضع رجله من أجل أن تطأ عليها لتتمكن من ركوب الناقة، ومد الحجاب بينها وبين الناس، أي أمرها بأن تحتجب عن الناس، فكانت في من ضرب عليها الحجاب. وفي هذا دلالة على فضل أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقهن. وقد تواترت النصوص بفضل هؤلاء النسوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي هذا الحديث مشروعية حجاب النساء ومشروعية تغطية المرأة المسلمة لوجهها، كما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن يفعلن. وفي هذا دلالة على خدمة الرجل لزوجته، فإنه كان يوطئ لها خلفه. وفي هذا أمر الرجل أهل بيته بالتستر وترك التبرج. وفي هذا أيضا جواز إرداف المرأة على الدابة. قال: وسرنا، أي مشينا في سفرنا، حتى إذا أشرفنا على المدينة، أي قاربناها ودخلنا عليها من جهة عالية، وبدا له أحد. أحد جبل في المدينة كبير جدا وظهر له. قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، أي جبليها، كتحريم إبراهيم مكة، فإن مكة يحرم الصيد فيها ويحرم قلع أشجارها وقطع أغصانها، فهكذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فلا يجوز الصيد فيها. ثم دعا للمدينة فقال: اللهم بارك لنا، أي ضاعف البركة والخير في صاعنا ومدنا، وهي مقاييس تقاس بها السلع من جهة أحجامها. ثم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. ففي هذا الحديث من الفوائد فضل جبل أحد، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وفيه نسبة المحبة للجمادات. وفي هذا الحديث أيضا فضل المدينة ومكانتها ومنزلتها. وفيه من الفوائد تحريم حرم المدينة بحيث لا يجوز أن يصاد فيه. وفي هذا الحديث أيضا تحريم الصيد في حدود الحرم في مكة. وفي هذا الحديث جواز أن يدعو الإنسان بالبركة في شيء من أموره ومعايشه. وفي هذا الحديث مشروعية دعاء الإنسان لأهل مدينة من المدن. وفي هذا الحديث بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده وصاع أهل المدينة. وقال: ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها، يعني لصفية، بحيث يجعل العباءة حول زوجته صفية، ومن أجل أن يسترها ويحجبها بذلك. قال: يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع الصفية رجلها على ركبته حتى تركب. قال: فلما قفلنا من عسفان
وهي مكان ومدينة بين مكة والمدينة، وقفلنا أي رجعنا منها ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته. قال: فلما كان ببعض الطريق، يعني في السفر الذي سافروه، عثرت الدابة، أي سقطت بسبب تعثرها بحجر ونحوه، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم، أي سقط، وسقطت المرأة أيضا. فقام أبو طلحة وهو زوج أم سليم وزوج والدة أنس بن مالك، فاقتحم عن بعيره، أي نزل من بعيره بقفزة على الأرض من أجل أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، يدعو بأن يكون حاميا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل أصابك من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن عليك المرأة، أي قم بإنقاذ المرأة وتولى شأنها، فإنها سقطت كما سقطت، ولعلها قد أصيبت. ثم قال: فإنها أمكم، يعني فإن صفية أم للمؤمنين لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك ألا تحتجب منه. قال: فألقى أبو طلحة، أي أخذ أبو طلحة ثوبه فوضعه على وجهه، وذهب تجاه صفية وقصد قصدها، أي إلى المكان الذي فيه صفية، فكان معه ثوب فألقاه على صفية، فحينئذ قامت المرأة، فشد أبو طلحة لهما راحلتهما، أي ربطها بالحبل وأمسكها من أجل أن يتمكن من الجلوس عليها، وأصلح أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصفية مركبهما على الدابة فركبا. قال: واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساروا حتى إذا أشرفنا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون، أي راجعون، تائبون، عابدون لربنا، حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. ففي هذا رجوع الإنسان إلى بلده بعد سفره، وفي هذا عناية الرجل بأهل بيته، يسترهم ويكون ممن يعينهم على الحجاب. وفي هذا الحديث جواز ركوب المرأة مع زوجها ولو أمام الناس. وفي هذا من الفوائد خدمة الرجل لامرأته، وفي هذا من الفوائد إعانة من يريد ركوب الدابة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا احتاج الإنسان إلى مساعدة غيره شرع لغيره أن يقوم بمساعدته، كما ساعد أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد المبادرة في إعانة من يحتاج إلى معونة، كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه. وفي الحديث جواز سؤال الرجل غيره عن حاله وعن أموره وهل أصابه شيء. وفي هذا الحديث أيضا توصية الرجل من يثق به على امرأته ليتولى ما تحتاجه من شؤونها. وفي الحديث إنقاذ المرأة التي تحتاج إلى إنقاذ ولو كان ذلك من رجل أجنبي. وفي الحديث غض الإنسان بصره عن رؤية المرأة الأجنبية كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه. وفي الحديث إصلاح مركوب الإنسان وتهيئته للركوب. وفي الحديث أيضا من الفوائد مشروعية أن يقول الإنسان هذا الذكر عند عوده من أسفاره: آيبون،
تائبون عابدون لربنا حامدون، ومشروعية أن يكرر الإنسان هذا الذكر حتى يصل إلى البلد الذي يريد الوصول إليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. قوله هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان، وكان تفيد الدوام والاستمرار، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد، يعني يحضر صلاة الفجر معه نساء من المؤمنات متلفعات، أي مغطيات جميع أجسادهن من الرأس إلى القدمين بثوب لا يتبين معه شيء من الأعضاء في مروطهن. والمرط نوع من أنواع ثياب النساء يكون من صوف أو نحوه يختص به النساء. قال: ثم يرجعن، أي بعد قضاء الصلاة يبادرن بالرجوع إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني من الظلمة، أو لا يعرف بعضهن بعضا. ففي هذا الحديث مشروعية أداء صلاة الفجر جماعة، وفيه شهود النساء لصلاة الفجر مع الجماعة، وبذلك قال الجماهير خلافا لفقهاء الحنفية الذين يرون أن صلاة النساء مع الجماعة في المسجد مكروهة، وبعضهم يمنع النساء منها. وفي هذا الحديث أيضا جواز لبس المروط للنساء، وفي الحديث تغطية المرأة جميع بدنها عند وجود الرجال الأجانب، وفي هذا الحديث استقلال النساء حينما يصلين في المسجد بمكان يخصهن مغاير لمكان الرجال، مما يدل على أن الشريعة تسعى إلى منع اختلاط الرجال بالنساء. وفي هذا الحديث استحباب التبكير بصلاة الفجر كما قالت: ما يعرفهن أحد من الغلس، وبذلك قال الجمهور، فمالك والشافعي وأحمد يستحبون أن تؤدى صلاة الفجر في أول الوقت حال الظلمة، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يستحب تأخيرها استدلالا بحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وغالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر التبكير بها. وفي هذا الحديث أيضا انتظار الناس للإمام من أجل أن يقيم الصلاة. وفي هذا الحديث أن النساء في عهد النبوة كن ينصرفن مباشرة بعد أداء الصلاة ولا يلبثن في المسجد بعد فراغهن من الصلاة. فهذا شيء من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبارك فيهم وأن يستعملنا وإياهم في طاعته، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم محكمين لكتابه عاملين بسنة نبيه، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.